طاب صباحكم بكل خير مشاهدينا، والتحدي يتجدد بكم ومعكم في كل يوم على الهواء مباشرة، نجيب فيه عن كل انتظاراتكم وأفهم ما ينتظرونه وتحدي لنا جميعا. مرحبا. إذا كانت النزعة الطاقية تهدف إلى التقليل من الطلب على الطاقة في مختلف المجالات، صناعة، نقل، بناء وفلاحة، والتقليص من الهدر الطاقي، فإن هذا الهدف لا يتحقق فقط عن طريق التكنولوجيا الجديدة، بل يقتضي أيضا مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في تحقيق هذا الهدف. وما الذي يجعل أو هو الذي يجعل موضوع الطاقة الطاقية وتدبير النفايات يستقطب اهتمام الفاعلين الاقتصاديين في المجال الطاقي؟ وما هي رهانات وتحديات الفاعل الاقتصادي في مجال النزعة الطاقية والتنمية المستدامة؟ يسعدني لمناقشة هذا التحدي أن أستضيف معنا الدكتور مشيج القرقري، باحث في السياسات العمومية. صباح النور سيدي ومرحبا. صباح سعيد وشكرا على الاستضافة. مرحبا. كما يسرني أن نرحب معنا بالأستاذ عبد الوافي سعيد، أمين مال الائتلاف المغربي للتتمين الطاقي ورئيس الجمعية المغربية لتدبير النفايات. صباح النور سيدي ومرحبا. صباح الخير أستاذ، وشكرا على الاستضافة. مرحبا. طيب أبدأ معكم سيد مشيج، يعني الهدف الثامن من ضمن أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، يهدف أيضا إلى العمالة الكاملة والمنتجة، إلى توفير العمل اللائق للجميع. ما الذي تحقق من هذا الهدف الثامن اليوم، وأين يتجلى الدور الفاعل الاقتصادي من خلال هذا الهدف؟ شكرا. اولا بغي نهنئ المغاربه ونهنئ جلاله الملك. البارح تقدمت السياره المغربيه الاولى، سياره الهيدروجين، اللي هو حدث اولا اقتصادي، ثانيا حدث وطني، اللي كيبين بان هذه البلاد عندها قدرات مهمه على التطور وعلى الابداع دائما. السياره المغربيه اكيد ستجد لها مكانه في السوق، وهي نفس حقيقي للاقتصاد الوطني والاهداف التنميه المستدامه. طبعا الاهداف التنميه المستدامه هو واحد المفهوم ديال الأمم المتحدة اللي يجب تقريبه من الناس، يعني هاد الأهداف التنمية المستدامة خصو يخرج من النخبوية، خصو يخرج اللي بغيتي تقول المواطنين، المواطنات، الأطفال وجميع الناس، خصهم يعرفوا راه كاين أهداف ديال التنمية المستدامة. صحيح. اللي دايرين كاينة في الكون، دايرها واحد المنظمة أممية، واللي المغرب تقريبا هذه سنوات صادق على الاستراتيجية الوطنية ديال تهدير ديال التنمية المستدامة، وخص الجميع يحس بأن راه كاين أهداف اللي هي سامية، المغرب حتى هو كيجري من اجل تحقيقها. الهدف الثامن لا بغيتي تقول اللي يخص العمل اللائق والتطوير ديال الاقتصاد، تعملت فيه اشياء كثيره في المغرب في الحقيقه، لا زال الكثير خصو يتعمل، ولكن من المؤكد بان المغرب خطا خطوات، كاين مؤشرات ايجابيه، كاين مؤشرات ايجابيه، وكاين لا بغيتي تقول هذه تقريبا مده ماشي بعيده، تقريبا سنه 2021 اعتقد المغرب حمل واحد النقطه الاول السطر، واختار يدير مراجعه ديال الاستراتيجيه الوطنيه ديال التنميه المستدامه. نعم. باش يدير تقييم ديال واحد المرحله اللي مرت عليها سنوات تعملوا فيها اشياء، ولكن هاد الوقفه اللي عملت الدولة المغربية من أجل إعادة التسطير ولا إعادة توجيه ديال العمل ديالها في الميدان ديال التنمية المستدامة هي جيدة، وأكيد غتعطي. نعم. نتائج مهمة. ممتاز. طيب أنتقل لكم الأستاذ عبد الوافي، ما هو موقع الفاعل الاقتصادي ضمن الاستراتيجية الوطنية لنجاعة الطاقية والتنمية المستدامة؟ أين يتموقع بالضبط؟ كيف ما شرح الأستاذ، المغرب انخرط في الاستراتيجية ووقع جد اتفاقيات دوليه. نعم. والفاعل الاقتصادي ما هو الا طرف هذه الاستراتيجيه، والدور ديالو تيكمل في تطوير. نعم. الخدمات والخدمات ديالو، وكذلك تعزيز المفهوم ديال الافيكاسيتي انرجيك، النجاعه الطاقيه، اللي غادي تخليه كتمكنه انه يستثمر في هذا المجال، وتيمكنوا كذلك من خلق فرص الشغل اللي كتخليه انه يكون يوفر واحد النجاعه الطاقيه في الميدان ديالو. اما بالنسبه للقطاع ديال النفايات فهو قطاع حيوي،
اللي كيجعل انه التثمين ديال النفايات والتدوير ديالها كيسير هاد الاخر كيخلينا اننا كننتجوا واحد الطاقه بديله وطاقه نظيفه. نعم. اللي كتمكن انها توفر الزياده للطاقه الموجوده كشمسيه وليزوريان. نعم تماما. طيب سيد القرقري، يعني اين يتجلى او كيف يتم تنزيل الهدف الثامن ما دام هو المحور ديال هذا التحدي على ارض الواقع، وباي طرائق هل من اكراهات ربما قد تعيق تنزيل هذا الهدف؟ اكيد تنزيل الاهداف ديال التنميه المستدامه عندها كلفه. نعم. عندها كلفه وكلفه مهمه. وحنا موضوعنا ديال الحلقه اليوم كيدور على بغيتي تقول على جوج المواضيع الاساسيه، هو الدور ديال الفاعل الاقتصادي وهذا الشيء ديال النجاعه الطاقيه. هو المفهوم النجاعه الطاقيه هو مفهوم اللي كيعرفوا القانون، هو كل عمل مؤثر ايجابيا على استهلاك الطاقه. يعني الهدف ديال هذه النجاعه الطاقيه هو تقليل من استهلاك الطاقه، ولكن حنا هذه المفاهيم التي تتحدث عليها القوانين كما كنقول دائما يجب تقريبها من المواطن، يعني تقريبها من الاستهلاك، يعني يجب تبسيط هذه المجموعه هذه المفاهيم اولا لان المستهلك او المواطن على حسب بعض الاقتصاديين يختلفون حول التسميه، هما لا بغيتي تقول لا بياس ميتريس ديال هذا المحور لا بغيتي تقول هذا الهدف الثامن. المغرب اشتغل لا بغيتي تقول ركز على في هذا الشيء ديال نمط الاقتصاد وتحسين تجويد الاقتصاد على اختيارات لا بغيتي تقول استراتيجيه ديال الدوله تقريبا هذه سنوات من بتوجيهات ديال جلاله الملك، كما اختار المغرب يمشي في الطريق ديال اختيار طريق ديال الطاقه النظيفه، وبالتالي انفتح على عده محاور ديال الاشتغال. هذا الهدف الثامن في المغرب تحصل فيه تقدم مهم، تقدمت شيئا ما تقدم حتى يعني العماله المنتجه الى اخره، يعني كاين تقدم لا زال الكثير. علاش؟ لانه المغرب لا بغيتي تقول هو واحد البلد اللي الاغلبيه ديال الاحتياجات الطاقيه ديالو يستوردها، تقريبا اكثر من 90% ديال الاحتياجات ديال المغرب تستورد، وبالتالي الكلفه ديال هادشي كانت كبيره، وبالتالي المغرب اختار باش يمشي في واحد نموذج تنموي مستدام، اختار باش يعتمد على خيارات وطنيه يمكننا خلال البرنامج يمكننا نزيد اصبح يحتذى به، يعني نموذج يحتذى به المغرب، نموذج يحتذى به المغرب ربما المرتبه الثانيه على ما اعتقد في افريقيا يعني المغرب الثانية. رائد افريقي. نعم. من الدول اللي الجميع لا بغيتي تقول نهضروا بالدارجه كيرغب يتعامل معها، يعني نعم. الالمان. نعم. اللي هما رائدين ديال هذه التجارب ديال الطاقات النظيفه، اوروبا عند الاختيار النهائي ديال اوروبا نحو الاقتصاد الاخضر، اصبح المغرب شريك اساسي في هاد الخيارات، وبالتالي هذا الهدف الثامن اللي كيهضر على واحد التجويد ديال الاقتصاد، المغرب اختار واحد الطريق، كاين طرق عده باش تجود الاقتصاد، المغرب اختار الاقتصاد ديال الطاقه النظيفه والتوجه نحو هاد الامكانيات ديال الاشتغال والنجاعه الطاقيه وتثمين الطاقه. جيد. استاذ عبد الوافي، اين يتجلى دور مجموعات وشركات التثمين الطاقي وتدبير النفايات في تنزيل مضامين ومقتضيات الاستراتيجيه الوطنيه للنجاعه الطاقيه والتنميه المستدامه؟ استاذ، مجموعه شركات التثمين الطاقي وتدبير النفايات تتلعب دور حاسم في تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه، وتتجلى الدور ديالها في تحقيق المضامين والمقتضيات من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة النفايات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، كما يعملون على تشجيع الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك وتبني عمليات الدائرة وإعادة التدوير. نعم. لأن هذه العملية ديال التثمين وديال إعادة التدوير تتمكن بأنه تنتج واحد طاقة بديلة وطاقة نظيفة متجددة في هذا الميدان هذا. هاد المجموعات ديال التثمين الطاقي تتعب على الدور هذا من ناحيه ديال الانتاج ومن ناحيه ديال الاستهلاك، تحاول انها تبلور واحد البرامج خاصه لتتمكنها من انها تتقلص من الاستهلاك الطاقي وتستعمل الطاقه اللي غتنجا هي من خلال تدوير ومن خلال تسميد النفايات ديالها. نعم. جيد. سيد قرقري، يعني شنو هي الاولويات ديال الفاعل الاقتصادي اليوم من خلال هذه الاستراتيجيه ديال النجاعه الطاقيه والتنميه الذاتيه بالاهداف ديالها كامله؟
يعني أين يتجلى دوره؟ أعتقد أن هو دور محوري بالحقيقة، هو دور محوري، ولكن أعتقد لحد الآن مساهمة الفاعل الاقتصادي الخاص في المغرب لا زالت لا ترقى للمستوى ديال الطموح ديال البلاد، لأن البلاد اختارت واحد التوجه نحو الانفتاح للاقتصاد الأخضر وإنتاج الطاقات البديلة. أعتقد لحد الآن مثلا كما قال الصديق ديال الائتلاف المغربي، هذا الشيء ديال تدوير النفايات لازلنا بعد تقريبا 20 سنة من البداية ديال هذا الشيء ديال التدبير المفوض ديال النفايات الصلبة من خلال الجماعة الترابية، لازلنا في المرحلة الأولى ديال جمع النفايات. حنا بلاد مازال ما كنجمعوش حتى 100% النفايات، لازلنا طموحنا في 2030 هو نجمعوا 100% في النفايات. أما إعادة استغلال هذه النفايات في شيء مفيد لوتري لازلنا بعيدين عليها. أعتقد التجربة الوحيدة اللي كاين في المغرب ديال الفرز اللي بدات وماشي مشات بعيد، يعني بازت البداية الأولى، هي بميدان الرباط. يعني الأغلبية ديال المغرب ما كاينش هذا الشيء الفرز، لازلنا نعيش المطارح العشوائية في عدد من المدن. هذه حقيقة يجب أن نجابهها. لازال عندنا مشكل حقيقي لم نصل لعتبة التتمين. تتمين نفايات أبدا، احنا بعيدين على التتمين. احنا لحد الآن لا ننتج الطاقة انطلاقا من النفايات، علما بأن في المغرب النفايات المنزلية هي تقريبا 6 مليون طن في السنة، النفايات الصناعية تقريبا 6 مليون طن، وكاين نفايات أخرى. يعني المجموع اللي غيكون كيتنتج في المغرب ديال النفايات هو يفوق واحد 12 13 ولا 14 مليون. احنا بعيدين أولا على تتمين النفايات، ما دخلناش في دي بروسيسيس ديال لا ميتانيزاسيون، يعني إنتاج الطاقة انطلاقا من هاد النفايات اللي بغيتي تقول العضوية. يعني المغرب احنا لازلنا امل واحد التحدي، صحيح بان الكلفه دهاد الشيء غاليه، يعني الكلفه ديال جمع النفايات انا كنعرف شويه هادشي الجماعات المحليه هي كلفه يعني تستنزف واحد 30 حتى 40% من الكلفه ديال الجماعات المحليه، لان هي اللي غتخلص الخدمه، وبالتالي باش تطور الخدمه نحو الفرز ومن بعد نحو التتمين، اظن بان الجماعه الترابيه تستحق الدعم ديال وزاره الداخليه والمديريه العامه للجماعات المحليه باش يمكن لها تطور هذه الخدمه ديال تتمين النفايات. ممتاز. طيب أستاذ عبد الوفي، يسعى الهدف الثامن ضمن أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل للجميع والمستدام أيضا والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. كيف تم تنزيل هذا الهدف وبأي طرائق؟ وهل ربما من إكراهات من وجهة نظرك؟ إذا سمحتي لي أستاذ أقول من جوابك على السؤال، نرجع للنقطة اللي شابها الأستاذ حاضر معكم، هو أن في خلال التدبير المفوض الحقيقة وأنه وصلنا الآن في جمع النفايات إلى تقريبا 100% من الأهداف اللي كانت استرات. حقيقة أن الأهداف اللي كانت في التتمين وديال إعادة التدوير مازال ما وصلش الهدف ديالو، ولكن هو في الطريق، باش لان كيف ما شار الاستاذ مشكور ان الجماعات المحليه الترابيه تتعاني من واحد النقص في الموارد الماليه، وهذه التكلفه ديال تدوير النفايات والمعالجه ديالها وخاصه الانتاج ديال الطاقه تيطلب امكانيات كبيره ومهمه. وفي هذا الاطار وزاره الداخليه الان هي في اطار واحد ديال تتوجد واحد دفتر التحملات اللي غيمشي في هذا الاتجاه، وغادي وكاين هذا دفتر التحملات لقينا بان الوزاره غادي تقوم بلا سوبونسيون ديال الاستثمارات اللي غادي يكونوا باش تخلي الفرصه لهذه الجماعه الترابيه يندمجوا في هذه الاستراتيجيه ويوصلوا الاهداف اللي كانت استرات. بالنسبه للاهداف المهمه اللي كاينه الاساسيه اللي خرجت من هذا اللي استندت عليها الاستراتيجيه، كاين تعميم الحصول على الطاقه باسعار تنافسيه، كذلك تعزيز امن الامدادات وضمان توفر الطاقه، ضبط الطلب والمحافظه على البيئه. في هذا الاطار هذا الشركات ديالنا تيحاولوا انه يبلوروا واحد البرامج على المدى المتوسط باش يمكن لهم يوصلوا الاهداف المسطره، واللي غتمكنهم من توفير دي زومبلوا جداد، يعني جدادين اللي غادي يمكن لهم يشغلوا الناس جداد، غتمكن لهم بانهم يستثمروا الطاقه المتجدده والاستثمار يكون غادي في هذا الاتجاه باش انه نوصلوا الاهداف ديالنا اللي تصدرنا في 2050 اللي هي تقريبا 52% من الطاقه تكون متجدده. ولكن هاد الاهداف كيعيقها بعد المسائل، خاصه إكراهات. التمويل ما كيقدروش عليها الاخور الشركات، وكذلك كنظن بانه الدور ديال البنوك
ولا شركات ديال التمويل عندهم دور دابا الان باش انهم يمشيو في هذا الاتجاه ديال التنميه المستدامه. جيد. طيب سيد القرقري، يعني ربما هنايا غادي نرجع معك الفاعل الاقتصادي لانه هو محور هذه الفترة وهذه الفترة الرهينة والظروف اللي كنعيشوا اللي هي كلها مؤشراتها الإيجابية الحمد لله. أولويات الفاعل الاقتصادي من خلال هذه الاستراتيجية ديال النجاعة الطاقية والتثمين الطاقي والتنمية المستدامة، يعني ربما هنا هذا الفاعل الاقتصادي ما هي مدى استفادة الدولة أو البلد من هذه الاشتغالات أو هذا التوجه ديال الفاعل الاقتصادي، ما مدى الاستفادة؟ ما مدى الاستفادة؟ أعتقد بأن لبغيتو الترصانة التشريعية في المغرب تتقدم، يعني ما الذي يمكن أن تجنيه المؤسسات؟ بالضبط هذا الشيء اللي غنتحدث عليه. أعتقد كاين جوج القوانين اللي تم إنتاجها مؤخرا، أولا القانون ديال النجاعة الطاقية، وثانيا القانون الانتاج الذاتي للكهرباء. هذا القانون الانتاج الذاتي للكهرباء اللي هو قانون 82/21 اصدار اعتقد في دجنبر 2022، هو قانون جد متقدم بالنسبه لبلد بحال المغرب كبلد افريقي. هذا القانون يتيح للفاعلين الذاتيين للمستثمرين انتاج الطاقه يعني صغيره شويه في المنزل، يمكن في بطريقه اكبر، والبيع الفائض ديال الطاقه الفاعلين الكهربائيين في المغرب. نعم. هذا لبغيتي تقول واحد التطور جيد، واحد كيفتح باب المنافسه اللي كانت ناقصه في المغرب، يعني ما كيبقاش الاحتكار عند جهه معينه ديال انتاج الطاقه، وانما يمكن لبغيتي تقول الفاعلين الاقتصاديين في الاستثمار ديال لبغيتي تقول دي انتاج الطاقه الكهربائيه. نعم. وبيعها. نعم. ثانيا اعتقد بالنسبه للقانون ديال النجاعه الطاقيه، هو قانون جاء باش يحمي باش يعزز انخراط المغرب في الاهداف ديال التنميه المستدامه. قانون يلزم لبغيتي تقول الفاعلين الاقتصاديين او الفاعلين الذاتيين باش يكون عندهم لبغيتي تقول واحد النظام الزامي ودوري ديال الافتحاص الطاقي ديال المقاولات وديال الاشخاص، يعني هاد المعامل باش ندرجوا شويه فهموا. نعم. الناس. نعم. يعني الناس اللي عندهم المعمل او عنده الشركه كيختار عن واحد الافتحاص الدوري وخصو يحترم هاد بغيتي يحترم هاد المقتضيات النجاعه الطاقيه. شنو كيربح؟ صحيح بان الاستثمار في النجاعه الطاقيه في اول الامر هو مكلف، يعني. نعم. المقاول كيقول لك انا ما يمكنليش عندي كلفه الانتاج، يعني اولا واخيرا شنو المقاوله؟ هي كلفه الانتاج باش كتخرج المنتوج وباش غديروا في السوق، يعني المقاول صاحب الشركه الصناعي الى اخره خصو ينزل كلفه الانتاج. يعتقد بان هذا الشيء ديال النجاعه الطاقيه هو زياده في كلفه الانتاج. بالفعل هذا الشيء يجب ان تكون الدوله جزء منه، الدوله خصها تدعم البرامج، تدعم الشركه، تدعم المقاولات اللي باغا تنخرط نعلة عمليا بالمصاحبة التقنية بالفلوس، يعني خصهم يديروا لا كومبانيومون تكنيك ايفينونسي الشركات التي ترغب في هذا الشيء ديال 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 احترام الشروط ديال النجاعة الطاقية. من المؤكد اكبر طاقة كاين هي النجاعة الطاقية. شنو هي النجاعة الطاقية؟ بغيتي عيب ندرجوا، هي النقص ديال الاستهلاك، هي يعني ترشيد. يعني بالدارجه يعني ترشيد. يعني المعمل يمكن يستثمر واحد العدد المبالغ مهمه، يمكن يعمل لامورتيسمون على 5 سنين او 10 سنين طبعا على حسب الكلفه، يعني رجال الاعمال خصهم يعرفوا بان المستقبل وهما كيعرفوا هذا الشيء هو ديال الطاقه النظيفه. حنا عندنا شريك اساسي اللي هو الاتحاد الاوروبي، يعني واحد من اكبر شركاء اقتصاديين ديال المملكه وسيظل لزمن طويل. الحمد لله المغرب عنده علاقه جيده مع عدد كبير البلدان الاوروبي. الاتحاد الاوروبي اصبح يتشدد في مواد الكربون مع الشركات اللي ما كتحترمش الشروط. نعم. ديال الاقتصاد الاخضر. وبالتالي المغرب لا بغى يكون منافس حقيقي، منتج حقيقي بقربه الجغرافي، خص جميع المقاولات تنخرط في هذا الشيء النجاعه الطاقيه، والدوله يجب ان تدعم ماشي في البرامج ماشي في الوراق، يعني عمليا على ارض الواقع. وزاره الانتقال الطاقي تنزل برامج واقعيه اللي كتجاوز التحسيس، طبعا التحسيس مهم لدعم المقاولات اللي بصح رغبه تنخرط في هذه المنظومه ديال النجاعه الطاقيه. جيد. استاذ عبد الوفي، يعني ما الذي يجعل موضوع النجاعه الطاقيه وتدبير النفايات اليوم من أهم ربما القضايا الوطنية؟ نعم أستاذ عبد الوفي ما معناش على أي طيب أستاذ يعني القرقري، ربما النجاعة الطاقية والتثمين الطاقي في مجال الاقتصاد ما بين القانون، يعني كما تفضلت قبل قليل، وإكراهات التطبيق، كيف ينظر إليها الفاعل الاقتصادي اليوم؟ كما قلت الفاعل الاقتصادي يعني
هو يتأرجح بين كلفة النجاعة الطاقية ونتائج النجاعة الطاقية. وجهة نظره كيف ينظر إليها؟ ينظر إليها صحيح كاين وعي أصبح ينمو عند هذه المقاولات خصوصا اللي كتشتغل في كتصدر من الخارج وكتصدر لبلدان متشدده بحال الولايات المتحده ولا الاتحاد الاوروبي اللي متشدده في المعايير ديال الجوده والتحكم في هذا الشيء ديال الطاقه الى اخره. ولكن الفاعل الاقتصادي في الاول والاخر يتحدث عن كلفه الانتاج. نعم. المغرب عنده ترسانه قانونيه لحد الان تقدر تقول جيده اصبحت تواكب هذا الشيء، لكن غير الفاعل الاقتصادي، الفاعل الاقتصادي ما كاينش في المعامل، الفاعل الاقتصادي مثلا كاين في قطاع النقل. صحيح. قطاع النقل اللي هو اكبر مستهلك ديال الطاقه في المغرب بحدود واحد 38%. شنو عملت هذه الدوله في دعم قطاع النقل باش تنقص من الكلفه ديال النجاعه الطاقيه في قطاع النقل؟ حنا عندنا نقل عمومي ما يمكنش تماما، يعني النقل العمومي كاين الفلاحه ايضا كاين الصناعه وهذه كتعتبر ربما من المجالات اللي هي اكثر استهلاكا للطاقه. ما هي التدابير؟ التدابير اولا كاين هذاك القانون ديال النجاعه الطاقيه اللي كيهضر على جوج ولا ثلاثه الحاجات الاساسيه، كيهضر على هذا الشيء ديال النقل، يعني المغرب التدابير ما كاينش تدابير موضوعيه، كاين قانون جيد ولكن اعتقد بان النقل العمومي كيبقى خدمه عموميه يجب عن الدوله والجماعات المحليه والجماعات الترابيه ان تتحمل مسؤوليه دعم النقل العمومي، لان النقل العمومي منظومه النقل العمومي في العالم هي منظومه النقل العمومي يعني الايربان يعني داخل المدن هو نقل غير مربح. صحيح. وبالتالي الكلفه ديالو مرتفعه، الاستثمار يعني اذا بغينا كنهضروا على النجاعه الطاقيه ما يمكنش يكونوا عندنا الطوبيسات لا خديجه كيدوروا في المدن كنهضروا على النجاعه الطاقيه وكنديروا القوانين، خص الدوله تدعم النقل العمومي تاع البيي يعني الورقه الا كانوا الناس كيركبوا ثلاثة دراهم خص الدولة تعطي فيها ثلاثة دراهم أخرى باش تقدر تعمل النجاعة الطاقية وتخفض الكلفة على المواطنين. هذه فيما يخص النقل خص التحفيزات كاين في أوروبا يعني مثلا في لوتوروت إذا مشيتي في السيارة فيها ثلاثة الناس كتخلص قل، إذا دوزتي في لوتوروت من البياج من هنا للرباط ب 50 درهم لكنت بأربعة بكم كتخلصوا 40 درهم لأن ما كيجيو شي أربعة السيارات. هذه التدابير العملية اللي كيحسوا بها المواطن. كاين موضوع آخر اللي هو البناء يعني السكن يعني الديور في سكن الناس 33% من استهلاك ديال الطاقه على الصعيد الوطني. شنو عملتها الدوله؟ كاين ضابط ديال البناء اللي كيبقى حبرا على ورق، يعني ملي كتهضر مع المنعشين العقاريين او حتى المواطنين اولا ما كاينش المراقبه. الوكالات الحضاريه في المغرب اللي هي مسؤوله تقنيه بجانب الجماعات على ترخيص البناء لا تدقق في هذا الشيء باعتبار بان هذا الشيء عمل ثانوي، هذا الشيء ماشي عمل ثانوي، هذا اختيار وطني. نعم. وطني استراتيجي. حنا ما عندناش البترول، ما كاينش خيارات، ما كاينش خيارات، يعني هذا خيار الدوله، هذا خيار استراتيجي. الطاقه النظيفه تتمين المنشوع الصناعي في المغرب، يعني نتمنوا هذا الشيء هو البترول ديالنا حنايا. طيب استاذ عبد الوفي، ما الذي يجعل، هذا طرحته عليك قبل قليل، ما الذي يجعل موضوع النجاعه الطاقيه والتدبير ديال النفايات كيستقطب يعني اهتمام الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال هذا الطاقي، وبالتالي غادي نتساءل معك باش نختموا التحديات والرهانات ديال الفاعل الاقتصادي في هذا المجال. الى سمحتي لي باش نكمل داك الشيء اللي قال الاستاذ. نعم. مشكور هو انه يكتب هذه الاستراتيجيه هذه الشركات شاركوا فيها جميع القطاعات لا الحكوميه ولا المجتمع المدني ولا القطاع الخاص، ولكن للاسف كل قطاع بلور واحد البرامج ديالو باش يوصل الاهداف، والور كو خصها تكون واحد النظره شموليه باش يمكن لنا نوصلوا جميع نفس الهدف ديالنا اللي هو في افق 2030 انه تكون 52% كيف ما قلت توتالور من هذا الاستهلاك الانتاج ديال الطاقه. فبالنسبه للفاعلين الاقتصاديين والدور ديالهم باش انهم يمكن لهم يساهموا حتى هما في هذا القطاع كيف ما قال الاستاذ، هو انه كان هناك النجاعه الطاقيه هي في جميع القطاعات، ميدان الصحه، التعليم، يعني في النقل، في لا بروموسيون موبيليير، غير هو خاص نعطيو غير اشاره ولو اشاره لهاد الفاعلين باش انهم يزيدوا في الاستثمارات ديالهم ونثقوا في الخبره المغربيه اللي كاينه وفي الشركات المغربيه اللي خدات واحد نقولوها خدات واحد ليكسبيريونس واحد تجربة جد جد هامه في هذه القطاعات، ولكن للاسف مازال في ليطاي اومبريونور ديالو اللي مازال ما خلاناش انه نوصلوا ونحققوا الاهداف اللي بغينا. تيبقى الا سمحتي لي نقطه اخرى غير انه بالنسبه باختصار لان صافي وصلنا للنهايه
ديال التحدي. لا لا رابيدمون لازم انها ان لازم ان الدوله تعاون القطاع الخاص كذلك بالار ار على الترسانه القانونيه ديالها باش يمكن لنا اننا نحقق الاهداف ديالنا. جيد، نختم معك بسرعه. الرهانات والتحدي ديال الفاعل الاقتصادي اليوم باختصار. الفاعل الاقتصادي عنده اعتقد اكراهات موضوعيه هي على ثلاثه مستويات. على المستوى القانوني يعني التطبيع ديال التشريعات هو بصعوبة بمكان وما كاينش على أرض الواقع، كاين صعوبة تقنية، ما كاينش يد عاملة مؤهلة باش تشتغل في هاد مجموعة الميادين. نعم. مفهوم الطاقة إلا بغيتي تقول النجاعة الطاقية، مفهوم المالي، كبار المستهلكين ديال الطاقة في المغرب محتاجين ديال الدعم سمم. ديال الدولة باش يمكن لهم يستثمروا. دولار واحد في النجاعة الطاقية سارابورت 4 دولار في الاستثمار، يعني الربح مضمون. خص الناس، خص الدولة تشجع على هذا الشيء. شكرا جزيلا لك سيد مشيج القرقري، خبير في او باحث في السياسات العموميه. شكرا جزيلا، نورتني. شكرا لك. مرحبا. كل الشكر ايضا لكم الاستاذ عبد الوافي سعيد، امين مال الائتلاف المغربي للتثمين الطاقي ورئيس الجمعيه المغربيه لتدبير النفايات. شكرا جزيلا لك على كل هذه الاضاءات. مرحبا. شكرا لكم مشاهدينا، ممتنة لكم على طيب المتابعة والاهتمام. ألقاكم وتحدي جديد غدا مع كامل